بحر الشوق فوق اليابس التقينا بطيور النورس أرجعتنا لصباحات المنى والأحاديث بعطر النفس يوم كنا إخوة في عزنا. في هذا الدين الخاتم الطهارتان، طهارة باطن الإنسان وطهارة ظاهره. طهارة باطنه ونفسه وقلبه تكون بالعقائد الحقة وبالمناهج القويمة وبذكر الله وبالإخلاص له وبطاعته، فهذه أمور تطهر النفس. الزكاة طهارة للنفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. غض البصر طهارة للقلب، كما قال الله تبارك وتعالى في سياق ذكر احتجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. التزام أحكام الله في معاملة المرأة وفي إعطائها حقها طهارة كذلك، ذلكم أزكى لكم وأطهر. الآية التي أو الآيات الأولى التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها إخواني من قبل، أريد أن أقف عندها شيئا، وهو سورة المدثر بعد انقطاع الوحي، بعد فتور الوحي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. للمفسرين قولان في هذا، كثير منهم قال المراد بالثياب القلب، والعرب تطلق على القلب الثوب كما قال بعض شعرائهم: فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وبعضهم قال إنها الثوب العادي وهذا هو الأصل، لكن ذكر بعدها إن حمل على الثوب ذكر بعدها الطهارة الأخرى: والرجز فاهجر. وأعظم الرجز هو الأصنام، ولكن ما دون الأصنام هناك أنواع من الرجز. فهذا الدين فيه الطهارتان، الطهارتان وسائل الطهارتين متوفرة، فمن التزمه وعرف هديه نال الطهارتين، نال الطهارتين. فيعتني المسلم بباطنه وبظاهره، فلا ينبغي أن يدنس عرضه ولا أن يعصي ربه. إن كان بعضهم قد قال: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. نحن نقول يرتدي الرداء الجميل في حدود المعقول، ولكن عليه أن يهتم بباطنه وأن يطهر قلبه، الله أعلم. كلمة ذكرها الشيخ حفظه الله أن الأمم جميعهم يشتركون في الميل إلى التطهر والتنظف، لذلك كان الوضوء مثلا ليس من خصائص هذه الأمة، فقد ثبت في السنة أن إبراهيم عليه السلام توضأ، في قصة جريج أنه دعا بوضوء فتوضأ. إذن الوضوء هذا ليس من خصائص هذه الأمة، فما هو الشيء الذي من خصائصها؟ هو الغرة والتحجيل فقط. لماذا خص الله تعالى هذه الأمة بالغرة والتحجيل دون سائر الأمم، مع أنهم كلهم تتميز يتوضؤون؟ كأنها إشارة إلى أنك أيتها الأمة إنك أمة الطهارة وأنك أمة النظافة، ولن يسبق والمفروض أن لا يسبقنا أحد إلى التحلي بهذا الخلق الرفيع والأدب البديع. فالمفترض أن كما ذكر أيضا الشيخ علي حفظه الله أنه لا يمكن لأحد أن يزايد علينا. لماذا؟ لأننا أصبنا بعقدة نفسية في هذا الموضوع. يعني يجي واحد مثلا يزوخ لك بالغرب يقول لك أمة نظافة، يقول له: ومن الذي منعك أنت الآن من النظافة؟ رأيتك بأم عيني راكبا سيارة فاخرة بعلامة ترقيم فرنسية وتلقي بالكوب من النافذة، فأنت الذي فرطت. أنا الحمد لله ولا مرة في حياتي ولا مرة لقيت كوب من النافذة. إذن ديننا علمنا إذا قالوا نحن أمة النظافة، لا، أنتم بنيتم نظافتكم على ظهورنا احنا. وإلا إذا رجعنا للواقع المر الذي نعيشه، نحن نلتفت لإخوان باش ما يفهموناش خطأ،
نحن نلتفت لأمتنا نقول ها ارفعي نفسك إلى ما خصك الله به، ثم ألتفت إلى أولئك الذين يقذفوننا بما ليس فينا، نقول لهم يا إذا رجعنا للواقع أنا أرضى بالمسلم الذي يلقي بالورق ويلقي بقشر التفاح ولا أي شيء في الشارع أفضل منكم الذين تلقون بالمخلفات النووية في صحراء القاهرة وفي صحراء أرقان وغيره. حسنت. أيوة أعظم أن يجي يقول لك إحنا أم الطهارة، أي طهارة أنتم أفسدتم يعني أكثر مما أفسدنا، هذا الشيء الأول. الجو يعني أفسدوا البيئة. أفسدوا البيئة نعم، يعني علاش ماشي باش راهم الناس خداوهم يعني غطاوا لهم عينيهم زينوا أنفسهم بما ليس فيهم. يجي يقول لك ليزوروبيان يقول لك الأوروبيون نظاف، إي نعم نظاف بصح نظافتهم بناوا علينا إحنا. شوف شو يرميو في الصحراء تاعنا في القاهرة وفي السودان وفي غيرها من الصومال، أفسدوا أراضي لا يمكن أن يزرع فيها إلا بعد 200 سنة. هذه أمر واضح وجلي. شيء ثاني داخل العوام، دخلت مرة محل نصيبه اشترى قطعة غيار، سقسيته هاو ذكر لي صفاتها وما فيها من مزايا، قلت الله أكبر، قلت ما شاء الله، قلت له قال لي بهذا اللفظ، وهذا صار شعار كثير من إخواننا ونحبوهم في الله إخواننا المسلمين، يقول لك هذه خدمها واحد ما يشمش كناية إلى زعماء العربي يشم جزائري، قلت له بصح يشرب شراب، أيوه أخطر، قال له غير يح مكانك، سكت يعني فعلا سكت، قلت له بصح يشرب شراب، الشمة ليست كبيرة من الكبائر وليست من ما نزل القرآن بتحريمه، ليس لا تصل إلى علاش رانا نستهين بما عظمه الله ثم نعظم ما حرمه الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. كنت مرة مع أحد الأشخاص فأراني حاسوبا كمبيوتر ومن آخر الصيحات كما يقال، فقال لي نعم انظر ماذا صنعوا، فكأنه افتخر بهم وأنا لا أريد هذا، فقلت الذين يصنعون هذا يبيحون زواج المثليين والشذوذ. قال لي ماذا قلت هذا؟ قلت لك هذا حتى نستفيد منهم ما ينفع دنيانا مما لا يخالف شريعتنا ولا ننبهر بهم، وهذه عقدة خطيرة جدا يجب أن نطهر أنفسنا منها. في حين أنه نتكلم عن النظافة قد يتبادر إلى الأذهان فقط نحن نتكلم عن الوضوء والغسل، وكن منهج الإسلام في النظافة أوسع من ذلك، من ذلك الأثر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله نظفوا أفنيتكم، فنظافة الأفنية من منهج الإسلام. في حين إحنا ما هذا نظافة الأفنية يعني إنسان يبني سكنة الله يبارك فيها أربع طوابق يعني ما لا يتجرأ به يدير حديقة صغيرة هكا تجمل المكان يعني تبسط عليه رونقا وجمالا، ما ينظفش الفناء نتاعو إطلاقا. نعم، وهذا من منهج الإسلام. حينها أنشدت شعاري فرحة يا نسيم الوصل هذا مجلسي. كما أن لكم شروحا لبعض الكتب في الدروس مع الطلبة، فمثلا شرحتم مراقي السعود. شرحنا مراقي السعود مرار في أصول الفقه، مرارا شرحنا مراقي السعود، شرحنا يعني بعض الكتب العقادية ككتاب الطحاوية، عم قرأنا في الأصول مراقي كما قلت لك، قرأنا الإشارة للباجي، قرأنا الورقات للجويني، للجويني قرأنا إذن نحن بصدد مدارسة موطأ مالك رحمه الله تعالى، قرأنا كتاب الإمام بن كثير في مصطلح الحديث، يعني هكذا يعني لأن طلبة العلم لا بد لهم من هذا، فلا ينبغي أن يكتفي الخليل نحو ربعه، ولكننا رأينا أن الحاضرين يستثقلونه وقل من يستطيع أن يصبر على لأوائه وما فيه من ثقل العبارة وفي بعض الأحيان تعقيد، فهو مصنف لم يكتب مثله كما شهد بذلك بعض أهل العلم. نعم. ماذا تقولون في الموازنة بين الرسالة وخليل؟
الرسالة كثير من ألفاظها هي نصوص بألفاظها وبمعانيها، فهي مشبعة بالنصوص الشرعية، ولا ريب أن النصوص الشرعية لها أثر على النفوس، ولكل اختياره. بخلاف مختصر خليل فهو كتاب مصنف فريد معتصر بحيث يحتاج إلى فك بعض، أحيانا يكون فيه كالألغاز فيحتاج إلى صبر. وأنا لكن ترون أن دراسة رسالة لابن أبي زيد القيرواني أيسر على الطالب، هي أقرب إلى ما مختصر خليل، ليس بالسهل أن يخاض غمار مدارسته. ماذا قال ذلك الشاعر ومن عجائب هذا الجيل؟ هذا صاحب البطليحية. نعم. ترك الناس يعني ترك هذا الرسالة إلى خليلي. نعم. ماذا تقولون يعني في النصائح للشباب الذين يهجمون على التأليف قبل أن يكونوا قد أخذوا نصيبا جيدا من العلم؟ التأليف مع نضج المعارف خير، لأن الإنسان ربما يكتب شيئا ثم يندم عليه، وقل أن يرضى الإنسان عما يكتب، لكن في الغالب إذا نضج الإنسان وكتب لبس. هل تستعملون الإنترنت في الشبكة هذه في لا التأليف؟ لا أستعملها ولا أستعمل الأجهزة هذه الحديثة، إلا هذا الصيف كان البيت حارا وصعب علي أن أذهب إلى المكتبة، فاستعنت في بعض الوقت بهذا بالمكتبة الشاملة وغيرها. أما في معظم الأحيان أريد أن أمارس الكتابة وأنظر فيه وأقرأه من أصله. كان لكم مؤلف في السلوك عند الإمام مالك. نعم. حتى نرد الأمور إلى نصابها، يعني الإمام مالك كان عنده سلوك، فلماذا لا نتبع الإمام مالك رحمه الله في سلوكه كما نتبعه في فقهه ونتبعه في عقيدته؟ سلفنا الصالح كان سلوكهم أعمالهم، يمارسون السلوك عمليا، فتقف على سلوكهم من خلال معاملتهم للناس ومن خلال تجارتهم ومن خلال غير ذلك من صور نشاطهم والحياة. ومالك كان من هذا القبيل، تعثر له في الكتب التي نقلت عنه كثيرا من كلماته، ولكن مالك كان يمارس هذا السلوك وهذه الأخلاق كان يمارسها عمليا. بالفعل كانت عندي محاولة لهذا، ولكن إن شاء الله تعالى أن تتأخر، وأنت من الذين مرارا طلبت مني أن أخرج هذه الرسالة إلى إن شاء الله، لكن حصل مانع على كل حال لحد الآن. في موطأ مالك يوجد السلوك كثير والله والعقيدة كثير والله، وكثير ما نركز على هذا. لم أرى مؤلفا يحرص على أن يوضح المعنى بحيث لا يكتفي بمفهوم المخالفة ولا يكتفي بالشرط ولا يكتفي بغير ذلك، حتى يصير كلامه مكررا، بحيث ربما بعض الناس الذين لا يعلمون ما يرمي إليه يستثقلونه، كمالك بن أنس في موطئه، حتى لا يترك تعقبا لمتعقب فيما يريد إبلاغه للناس. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الدعاء، لا ينبغي لهم أن يتكلموا وهم يعتقدون أن السامعين يفهمون، ينبغي أن يكرروا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكرر كلمة 3 مرات. ومن عيون هذه المسألة أن جبريل عندما نزل بأول سورة من القرآن الكريم، أول آية من القرآن الكريم، كرر عليه اقرأ 3 مرات، فهذا أمر ينبغي أن يراعى في التعليم. الإمام مالك رحمه الله هو حامل لواء السنة في دار الهجرة، فهل من كلمة حول هذا الأمر؟ هذا إمام من الأئمة المتبوعين، ومذهبه هو المنتشر في بلادنا، والعناية به هو عناية بتراث كما يقال، وإن كانت العبارة شوية الحقيقة عبارة رجراجة، لأن الناس عندما يريدون أن يدخلوا أي شيء يقولوا التراث، والتراث فيه وفيه، لكن عندما تنشر تراث مالك رحمه الله فإنك آمن في معظم ما تنشر، إلا وأنك تنشر الخير، وإلا فإن الذي لا تتفق معه فيه هو اجتهاد منه، والاجتهاد سائغ. لكن مدارسة المؤمن وطالب العلم أو العالم لمذهب مالك ينبغي أن لا يفهم منها أنه يتخذ هذا الإمام هو خلاص قوله يعني لا يدخله ريب ولا شك، وأن كل ما قاله هو حق، بل يدرس هذا المذهب ويفهم، ولا سيما مصنفاته، ويستدل لأمهات مسائله، وما نظر فيه الدارس ورأى فيه أن هذا أمر مثلا يخالفه الحديث غير المعارض فلا بأس. ثم كاين أمر آخر هام جدا، وهو أن مالكا في بعض المسائل له 4 روايات أو 5،
فمن الذي له الحق في أن يقول هذه الرواية هي التي ينبغي أن تعتمد ولا تعتمد الرواية الأخرى الموافقة لدليل غير معارض؟ هذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في فتاويه قال يمكن لمتبع مالك أن يتبع السنة في كل أقواله أو في عموم أقواله، قل من سنة إلا ولمالك قول يوافقها. ما شاء الله، هذا الذي نعنيه بمدارسة مذهب مالك، ولا نعني بذلك تعصبا ولا يعني مجرد تقليد. من بساتيني أنيس مؤنسي. السؤال الثاني. السؤال الثاني وشنو؟ السياسة. لا في الاقتصاد. كيف تستخدم المزحة في الدعوة؟ لا أدري هي في الحقيقة تأتي عفوية لا أتقصدها، بدليل غيابها في الخطابة وغيابها في دروس الوعظ. أنا في الخطابة إنسان آخر. يعني تستعمل المزحة في الحياة اليومية للدعوة إلى الله طبعا، هذا ما وللترويح عن النفس، هذا ملاحظ عليك. على كل حال ليس فقط أنا، على كل حال هذه غالبة صفة غالبة علي وعلي خوفي، كلنا أصحاب طرفة ومزحة كذا، لكن في حينها ليس في كل شيء في وقته. كل شيء أعطيك الصحة برك. حلو. مرة فوق المنبر يعني واحد قريب مات، زغد برك هذا زغد وهدر، وأنا كنت نخطب هكذا وشت فيه، هو كان تحتي. أنا نعالج بالنظرة بزاف. نظرت إليه شزارة، شفت فيه الخزرة أنا خفت يموت. سامحني قال لي سامحني. ما شاء الله ما 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 تخلطش. بعدين حبطوا عندي سبعة دوما من كاليتوس، قالوا نسيت نزلوا عندي يحتاجوني في أمر. كنت مكسر ما معادي مزحة كذا، ونسمع في واحد يهضر معاه مع أخوه، قلت خير أخي وينو، قلت أهضر سقسيته بكذا، واللي كان يخطب مقبل يقتل كل مقام مقال، مش دخل هذه في هذه. نعم. فقط المنبر أعطوا له حقه. نعم. أنا جلسة في البيت أعطوا له حقه، في درس موعد أنا أعطي له حقه وهكذا. المزاح لا أتقصده صدقني، يعني هو يأتي عفويا في حينه يفرض نفسه ويقتحم عليك الحصون. أو ثانيا الشعب الجزائري خاصة في العاصمة عندنا ولا في باب الواد خاصة، خاصة باب الواد، يعني لابد له إذا كنت في درس يعني تعليمي لابد أن تلطف الجو. نعم. بشيء من المزاح. نعم. وهذا المنضبط. منضبط طبعا، المزاح الحلال مشي بذكر العيوب والألقاب لا حاشا. نعم. لتقرب له مسألة علاش لتجلبه إليك فيستمع، وهذه تميز بها شوامة واحد شافهم كان عايش الشيخ كريم راجح رحمة الله ذكر الله بخير دمشق، سحر الألباب بطريقة علم تفسير كذا، ولكنه يوصله الشيخ علي حمد الله في النحو. هذا شيخنا تاع النحو الله يبارك. كيف تتعلم؟ تقرا معه الشيخ البشير الإبراهيمي. إيه أنا أقول لك الشيخ ما شفتوش علي حمد الله، تقرأ عنده أوضح المسالك، تقرأ الأجرومية أوضح المسالك، مش أي واحد يقرأ تقرأ. علاش؟ لأنه كان لديه أسلوب الممازحة. حكينا على قصة النصيحة التي نصحتها. أيوة أنا خطرة صليت فيها علم وطرفة. خطرة صليت التراويح عند الشيخ يحيى صاري حفظه الله، فكان يصلي أمامي الشيخ الهوالي، كان يصلي أمامي واحد الشاب، وبعدين في الجلسة للتشهد رأيته يتشهد، فلما انتهى من تشهده نزل أصبعه ولا هك، بقي ساكتا وما يحدث ولا لو ساكت حتى يسلم الإمام بارك الله. وهي من السنة أنك تبقى رافعا أصبعك وتنظر إليه حتى وتبقى تذكر الله وتدعو حتى يسلم الإمام فتسلم. لما سلمت لازم تعلمه، وكنت أود أن يعاملني بالمثل لما كنت صغيرا، كنت أتمنى. قلت له أيها الشاب، قلت له معليش نعلمك عفسة. قال إيه. قلت له شوف خطرة أخرى كي تجلس للتشهد، قلت له ما تحبش يدك وبقى تدعي حتى يسلم الإمام، وقعد تشوف صبعك نزلت له فايدة، انظر إلى صبعك هذا من السنة. قلت له وبقى تنظر في أصبعك شوف فيه وكمل اذكر ربي حتى يسلم الإمام. يعني في التشهد لا تنظر إلى محل السجود. تنظر إلى بارك الله فيك. نعم. ملي تبدأ ملي تكبر وانت تنظر في موضع السجود أو ما يقاربه إلا في هذا الموطن، قلت له تشوف فيه أصبعك
تبقى تذكر الله حتى تسلم وتبقى تشوف صبعك، وإذا قال لك وش بيك تشوف فيا لماذا تنظر فيا؟ إذا قال لك الأصبع لماذا تنظر؟ وإذا سألك أصبعك لماذا تنظر إلي؟ فقل له هذه السنة، هذه مزحة طيبة، اضحك نعم وشدها، يعني هذه الطريقة، هذه أنا جبتها أختم تالو بمزحة حتى تعليقها في ذهنه، مش حاجات وحدها. جزاك الله خيرا. أرجعتنا لصباحات المنى، فلا بأس أن نقول جميعا الشباب يريد إسقاط العزوبة. أي تفضلوا أي مخرجين. شباب يريد شباب يريد ارفع صوتك. شباب يريد اسقاط العزوبه. يا اخوان انقلاب على العزوبه التي اتعبتكم، يجوز الانقلاب على العزوبه. فيما قرات في التاريخ الاسلامي ان رجلا اراد ان يتزوج امراه عابده، هو طلب عابده حسب العابده زعما، فاخبر انه ثم في مكان فلان امراه عابده، فخطبها وعقد عليها، ثم جاءها في اول ليله، ليله الزفاف، ليدخل عليها فوجدها راكعة، فاعتقد أنها تركع لصلاة أو لدقائق معدودة، لكن الركوع طال فانتظر طويلا، ثم خرج يسأل عن ركوعها، فقيل له إن هذا اليوم يوم ركوعها، ده يوم راكعة فقط، عد إليها غدا. فعاد غدا إلى زوجه فدخل عليها فوجدها ساجدة، فاعتقد أنها انتقلت من الركوع إلى السجود، فطال سجودها. فخرج إلى الناس يسأل عن العائلة، ما الخبر؟ وجدتها ساجدة. قال معذرة، هذا يوم سجودها. فنظر إليها وقال يا أمة الله، بارك الله لك في ركوعك، بارك الله لك في سجودك، لكن هذا يوم هذا فرق بيني وبينك، هذا يوم سلام. ثم ولى ظهريا ولم يعد. بحر الشوق فوق اليابس التقينا بطيور النورس، أرجعتنا لصباحات المنى يوم كنا إخوة في عزنا.